فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين ما ورد في حديث مسلم من أتى كاهنا فقد كفر، وما جاء عند أحمد في نفس الحديث من أتى كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر؟ الأول ما هو في الأول في صحيح مسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا مجرد الإتيان ولم يصدقه. أما إذا صدقه فينطبق عليه الحديث الثاني: فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم.